السلام عليكم. اليوم راح يكون أول فيديو باللغة العربية فيما يخص الكيمياء. عندي أكثر من فيديو باللغة الإنجليزية بمواضيع مختلفة. اليوم الموضوع عن كيفية كتابة بحث علمي. يوجد فيديو بنفس الموضوع باللغة الإنجليزية. البحث اللي أنا عم بعرضه هو بحث من أبحاثي منشور بـ ACS Catalysis Journal، اللي هي معاملة التأثير تبعها 12.3. كل مجلة إلها صيغة معينة، إلها ملف وورد خاص فيها، بتنزله من الموقع وبتكتب أنت على أساس هاي الصيغة. فهاي الصيغة تبعت الـ ACS Catalysis. أول شيء هو العنوان. العنوان لازم يكون ملفت للنظر للأمانة، وشيء يعني جذاب على الأقل بداية، مش على الأقل بالنسبة للمحكم تبع المجلة اللي أنت بدك تبعث عليها، فأحسن اختيار العنوان. ثاني شيء عندك أسماء الباحثين. أنا اسمي أيهم بازيد، ومشرفي بوريس ناختسهايم. دائما المشرف يوجد نجمة جانب اسمه. أول قسم هو الأبستراكت، وهون بدك تحكي بشكل موجز عن الشغل الموجود في هذه الارتكل. يعني اللي بده يقرأ هذا القسم لازم يعرف شو موجود بالبحث، شو اشتغلت، يعني من A to Z. لازم تكون مغطي كل الأفكار بشكل حلو وسلس. بعضهم بيقرأوا الأبستراكت ما بيكملوا، ما بيكون ترتيب الأفكار جيد، وبعضهم بيقرأ الأبستراكت وبيكمل بشغف، لأنه ترتيب الأفكار جميل جدا وملفت. بعدين بدنا نحكي عن الانترودكشن. الانترودكشن هون بدك تحكي عن بداية الشغل، كيف كان، مين اشتغل سابقا فيه، شو التحديثات اللي صارت، وشو الإيجابيات اللي قدمها مثلا شخص عن شخص، شو الإيجابيات اللي موجودة بشكل عام، شو السلبيات مثلا اللي موجودة عند الكل. مثلا ممكن ما غطوا عدد كبير من المركبات، ممكن كان شروط التفاعل قاسية. يعني بدك تركز على النقاط هاي إذا موجودة، لأنه راح تحكي بنهاية الانترودكشن عن الشغل تبعك، إنه أنت ليش كملت على الشغل هذا، شو عم تقدم، شو الميزات اللي عندك. بعد الانترودكشن أنت بدك تحكي عن نتائجك وتناقشها بشكل منطقي ومقنع، وبشكل يعني ما يكون في تلخبط بالأفكار. يعني بداية عندك تفاعل، أنت أول إشي بدك تحدث شروط التفاعل، فبدك تحكي سواء الحرارة اللي اخترتها، سواء المدة الزمنية، سواء كمية الحفاز، سواء المذيب اللي اخترته. بدك تحكي ليش اخترت كل واحد منهن لحتى توصل للشروط المثالية. فيما بعد الشروط المثالية بدك تستخدمها لصناعة مركبات ثانية، وكذلك الأمر. هاي المركبات كل واحدة تعطيك مردود تفاعل وانتقائية مختلفة مثلا بالنسبة لحالتي، فبدك تحكي أنت شو رأيك في المركبات تاي، ليش أعطتك هذا انتقائية عالية وبعض المركبات ما عندها انتقائية، ليش بعضها ما اشتغلن بالرياكشن حتى بشكل عام. يعني إذا عندك أي تفاعلات ثانية، أي تجارب ثانية، كذلك الأمر، لازم تحكيها بشكل يعني تشملها بالشرح تبعك، ولازم يكون التفاعلات أو التجارب اللي عاملها شيء يدعم الشغل تبعك. بالنهاية في عندك آخر قسم بعد الشرح، بعد الشرح تبع النتائج، في عندك الكونكلوجن. هون بدك تحكي أنت شو عرضت لهم بالبحث تبعك. يعني شو كان مثلا، عرضنا الطريقة، أول طريقة بالنسبة لصناعة مركب X، أو كانت هاي الطريقة هي أول طريقة لتصنيع مركب X بانتقائية ومردود تفاعل عالي، واستخدام كميات قليلة من الحفاز وبشروط معتدلة. يعني الميزات الموجودة اللي أنت عرضتها بالشغل. إذا في عندك ميكانيزم للتفاعل، كذلك الأمر، لازم تحكيها هاي قبل الكونكلوجن. عفوا. بالنهاية في عندك المراجع اللي أنت اخترتها. لازم المراجع تكون مرتبة حسب الصيغة اللي المجلة طالبيتها. وطبعا في برامج بتساعدك على الأشياء، من بينات زوتيرو وإند نوت وسيتاب. وبتمنى يكون يعني الشرح، مع أنه قصير، لكن أنا بتمنى أن أكون غطيت كامل الأفكار. وشكرا لكم.